السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أيام نستقبل شهر رمضان المبارك، ويمتاز هذا الشهر بصلاة التراويح. فمن أين جاء اسم صلاة التراويح؟ وهل هي قيام الليل؟ صلاة التراويح مأخوذة في اللغة من الترويحة، والترويحة مأخوذة من الراحة. إذا رفع الرجل إحدى قدميه واتكى على الأخرى يقال أراح قدمه أو أراح رجله. فالتراويح مأخوذة من الترويحة الواحدة وهي الراحة. واسم التراويح عرف في زمن الصحابة الكرام، أما زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت معروفة بأنها قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، كان الصحابة الكرام يطيلون في القراءة، يطيلون القنوت في صلاة التراويح، والقنوت هو طول القراءة، وكانوا يصلون التراويح أو القيام ركعتين ركعتين، ويستريحون بين كل ركعتين. الاستراحة هذه لأنهم كانوا يطيلون القنوت، يعني يطيلون التلاوة في الآية الأولى، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ولذلك سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين. فصلاة التراويح هي قيام الليل، هي قيام الليل. وقيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، تصلي سنة العشاء وقبل أن تصلي الوتر تقوم الليل. وقيام الليل نوعان: قيام قبل النوم وقيام بعد النوم. فالقيام الذي قبل النوم يسمى قيام الليل، والقيام الذي بعد النوم يسمى التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد مأخوذ من الهجود وهو النوم، فالتهجد هو القيام من الفراش لصلاة القيام، قيام الليل. إذن صلاة التراويح تعرف بصلاة التراويح، وأيضا تعرف بقيام الليل، ولا فرق بينهما. فقيام الليل هو صلاة التراويح، هذا في رمضان خاصة، وصلاة التراويح هي أيضا قيام الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم ونسمع.